مرحبا بك خويا معنا. وي الله يسلمك اختي. واش راك لاباس؟ تخي بيان الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله يا ربي. الوغ عندنا برنامجنا هو برنامج ثقافي ترفيهي، وسؤالنا الاجتماعي نهار اليوم متى يظهر الانسان على حقيقته؟ انت وقتاش تشوف انه الناس تبان على حقيقتهم؟ الحقيقه هي الاولى هي انها في وقت الشده وفي المال. المال. ايه والسفر. ثم يبانوا الناس على حقيقتهم. قول لي انت صارت لك حكايه بينت لك باللي الناس بينت لك الناس على حقيقتهم؟ بيان سور. عطيني مثلا. واحد تلف 3 دراهم. بن عائله ما شاء الله. بوندون 7 سنين هو تعبني. جو ما كنتش ندري باللي بتوقع ابدا ابدا. كي هو كي بابا. الانسان بيان حقيقته نهار تكون في وقت الشده وقت الضيق. وطبيب منه مساعده فما يبان انسان بين انسان والصديق وبين انسان مخلص انسان غير. صح. قول لي انت صارت لك حكايه خلاتك انه يبانوا لك الناس على حقيقتهم؟ بيان سور صارت لنا حكايه. اعطيني مثلا. مثلا في 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 مأتم في في في, في فرح في في متى يضل الانسان على حقيقته؟ وقتاش انت تشوف ان الناس يبانوا على حقيقتهم؟ يبانوا ولا يبان على حقيقتهم نهار تقبلهم بها تواجههم بها، ونهار تقبلهم بها يصيروا كيما نقول لك يتخباوا وراها. مي انت راك على بالك لعبهم دونك خليهم في كوستوم وخلاص. صح. قول لي انت صارت لك حكايه خلاتك انه تكتشف الناس بانوا على حقيقتهم؟ ماشي حكايه ماشي زوج مي. عطينا مثلا. انا احكي لي حكايه صارت لك. هكذا فيك دي كولا كيما قلت لك من قبيل. كيف قتلوهم كانوا يتشادوا عليا يتو عفايسهم. كي قابلتهم قال لك بلي انت موسوس انت مريض على كل حال. مي بون معليش انا اللي مريض وهما اللي صحاح. يعني هذوما وقتاش انت تشوف انه الناس تكتشفهم كي تقابلهم بالحقيقه تاعهم. ولا تواجههم شوفوا هما ما عندهمش وين يتخباو خلاص. انت في رايك وقتاش يبانوا الناس على حقيقتهم؟ يظهر الانسان على حقيقته يمكن كي يكون يحتاجك. كي يكون يحتاجك. كي يكون يحتاجك يظهر على حقيقته يولي دوموندي منك الحوايج ومنا كي تسافروا كي تكونوا مسافرين تتبدل النظره تاعك ليه يمكن. هذه قولي صارت لك انت حكايه خلاتك تكتشف الناس على حقيقتهم؟ صرات لي. عطيني كاش حكايه هكا. صرات لي في السفر كي كنا مسافر مع واحد صراو لي قدان عفايس معاهم. وش صرا لك؟ طيح بيك ساعات ما يكونش معاك ساعات كيما هكذا.